يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ كان عنوان لقاء حاشد جرى في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في الحصون، ضم عددا كبيرا من سيدات المجتمع المحلي من مختلف الرعاية في شمال المملكة. اشتمل اللقاء الذي حضره عدد من الأباء الكهنة وجمع من سيدات المنطقة على العديد من الفقرات الروحية والترفيهية. تفاصيل أوفى في رسالة مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. اليوم تقريرنا من بلدة الحصن، وتحديداً من رعية كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس، بلقاء نظمته لجنة سيدات الرعية، وهو لقاء سيدات الشمال الثاني ليضم أكثر من 90 سيدة من محافظات الشمال ككل، تحت عنوان يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بالبداية كلمة ترحيبية من كاهن الرعية الأب سمعان الخوري بوجود كاهن رعية الروم الأرثوذكس في شطنة الأب ثيودوروس سويس، وجه رسالة للأمهات مفادها على قد ما عليهم رسالة مهمة بتربية أبنائهم، برضو عندهم رسالة ما بتقل أهمية وهي غرس محبة الله ومحبة الكنيسة فيهم والصلاة بشكل متواصل لنبني جيل مسيحي واعي ومثقف. وبعدين بلشت أولى فقرات اللقاء مع الضيفة روان سهاونة وهي مديرة روضة اللاتين في الحصن، لتحكي بموضوع كتير مهم وهو كيف تصنع مستقبل للطفل وأهمية دور المرأة بمراعاة هاي الفئة العمرية المهمة. ومع دقة جرس الكنيسة اتوجهت السيدات ليصلوا سوا مع كاهن الرعية صلاة الغروب، ولتكون طلباتهم موجود بهالشمعة وتقديمها للرب. لقائنا اليوم بكنيسة الحصان كان مثمر، في تجمع لسيدات الشمال والزرقاء كثير كان مثمر، وتضمن ثلاث محاور. عندنا المحور الأول محور تربوي، تضمن محاضرة قدمتها الأخت روان سهاونة بعنوان كيف تصنعين مستقبلا. عندنا المحور الثاني محور روحي، بتضمن الحياة الروحية للسيدات، كيف تمارس حياتها الروحية بالكنيسة بالبيت بالمجتمع. عندنا كمان المحور الثالث وهو تبادل الأفكار بين الأخويات حتى نعمل على تطوير وتفعيل دور المرأة في الكنيسة والمجتمع. وبهالفيلم الروحي عن حياة القديس مرقس الأفسسي رجع اللقاء من بعد الصلاة ليعلمنا عن أهمية التمسك بنقاوة الإيمان الأرثوذكسي. وتجمع بدون مسابقات جوائز ما بيزبط، فكانت لعبة البنجو مسيطرة على الوضع، وأكيد مسابقات روحية عن الكنيسة والإنجيل كلها كانت من إعداد كشافة الرعية، والحماس كان بين الكل. أنا وأخويتي أخويتي التجلي حبينا نشارك اليوم بالتجمع الثاني المقام من أجل أخويات الشمال بعنوان ماذا نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ هالنشاطات كتير مهمة لأنها بتقدم إطراء للسيدات في كنيستهم ودعمهم في كنيستهم ومجتمعهم. اليوم كان عندنا نشاط كتير رائع وجميل فيه فائدة روحية كتير كبيرة للسيدات، هو هدف من أهدافنا إحنا كسيدات أرثوذكسيات إن يكون في عنا تجمع للسيدات زي هيك يكون فيه فائدة روحية. كمان كان في من بعض أهداف اليوم تجمعنا إنه ننطلق انطلاقة أرثوذكسية لسيدات أرثوذكسية للمجتمع اللي حوالينا، الهدف منه إنه ننشر محبة، ننشر سلام، ننشر عمل الخير في المجتمع اللي حوالينا ونوصل صوتنا كسيدات أرثوذكسيات. هدفنا دائما المحبة وخدمة المجتمع. وقبل ما يخلص التجمع تم عرض فيديو عن بعض إنجازات ونشاطات لجنة سيدات الروم الأرثوذكس في الحصن. وتم تسليم درع تذكاري للرعاية من الأبونا سمعان والأبونا ثيودوروس. وصحيح قبل ما أختم التقرير لمعزبين باللقاء الثالث للأخوية رح يكون بالشطنة بمطالبة منهم، وهيك بيكون خلص لقاء كله فرح ومحبة. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.